وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة السعودية رياض للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن برنامج الرئيس السيسي سيتضمن عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في القمة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية التي تعقد بالعاصمة الرياض. ولدى وصول السيد الرئيس مطار الملك خالد الدولي بالرياض، كان في استقبال سيادته الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، والسيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وكبار رجال الدولة، وتأتي ظروف انعقاد القمة في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد الحلول السياسية للعديد من الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية. وتمثل القمة محطة بارزة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين.